السلام عليكم ورحمه الله. انا اخواتي كي دايرين بخير؟ هانين لاباس عليكم، وانا كنهضر معكم دابا من طنجه. واحد القهوه زوينه الصراحه، انا تدخلت ليها وشفت سعد عاود خرجت نصور لكم، اول مره كنجي ليها وبغيت نشاركها معكم. اللي صحت لي الفرصه وجا لطنجه يدخل يشوفها، غزاله 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 غزاله، واحد الشوفه الله على البحر تبارك الله رائعه. هذا هو الباب ديالها، سميتها مقهى الحافه، كافي الحافة. خذوا واحد الفكرة على الأسمنة ديال المشروبات اللي فيها، فيها حتى الماكلة، حتى هي الصراحة بأسمنة مناسبة للماكلة. ها هي، المهم هذه هي الدخلة ديالها. إمتى تأسست؟ 1921. شوفوا تبارك الله، 1921. شو واحد الحاجة غريبة فيها، طوابل مصوبين هاك، طوابل بالسيم، هي شعبية صراحة، شعبية ولكن راه زوين. الجمال ديالها في شعبيتها، الجمال ديالها في شعبيتها وبساطتها، وكتطلع على البحر. هانتوما لي طابلة، كاين واحد البلاصة فيها طوابل عادي، كما وريتكم هادي، هانتوما هادي واحد الشوفة من الفوق. عامره مع العطله دابا والصيف، الناس كيخرجوا. المهم الا جيتي لهنا ضروري تشرب عسل، عسل منع نعناع. شوفوا هاد البلاصه، قهوه كبيره بزاف وعندك بزاف اختيارات، ما بغيتي تجلسي تجلس. وكاع البلايص كتطلع على البحر. واحد البلايص اخرى شوفوا سبحان الله على منظر شحال زوين، شوفوا شوفوا ما شاء الله، شوفوا الله.
كنشوفوا الجبل تاع الصقليون. هانتوما واحد النظرة للقهوة من هنا، شوف على شكل مدرجات، حيت المنطقة جبلية عطاتها واحد منظر رائع رائع رائع، زوينة عجبتني الصراحة. هي المرسى مع المطر الزوين، كنقول لكم بحال ديما استودعكم في رعاية الله الذي لا تضيع ودائعه، كل يوم وأنتم إلى الله أقرب. السلام عليكم.